بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والجسام ومن سيء الأسقام. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا تنحل به النقاد وتنفرج به الكرب. তাদেরকে আবাদত করেন, আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের আত্মীয় যারা অন্তর্গত আমাদের মাফ করে দিয়ে, আমরা যারা অসুস্থ সমাধান করেন এল্লা বিশ্ববিদ্যালয় করুণা ভারত বিশ্বের বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের আপনি আবাদত করেন. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. بجد سبحان ربك جل جلاله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.